يعد مسجد سيدي الخضر الواقع بقلب المدينة العتيقة بولاية قسنطينة منارة دينية وعلمية ورمزا من رموز الولاية الشاهد على تاريخها. هذا المسجد ذو الهندسة المعمارية الإسلامية الفريدة نتعرف عليه أكثر في هذا الروبرتاج لهارون بوحزام. عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة، مدينة لطالما لقبت بمدينة الدين والعلماء نظرا لما تحتويه من معالم ومنارات دينية، ومن بين هذه الرموز مسجد سيدي الأخضر أو كما يسمى بالجامع الأخضر، والذي يقع في قلب المدينة العتيقة بحي الجزارين، ويعود تاريخ تشييده إلى العهد العثماني في عام 43 700 و1000 على يد البي حسن ابن البي حسين. المسجد هذا مسجد تاريخي ويمتد بناؤه إلى قبل الاستعمار. هذا المسجد كما توضح لنا هذه الصورة التي بين أيدينا الآن تقول بأن هذا المسجد بني في 1156 هجرية الموافق ل 1743 ميلادية على يد الباي في عهد البايات باي حسين ابن حسين باي الملقب بباي حنك، وهو يعتبر مسجد من المساجد التي بنيت في العهد العثماني وخاصة في المنتصف الثاني من القرن الثامن عشر، وهو جامع كما قلنا جامع كبير يصلي فيه حتى صلاة الجمعة، وسمي باسم سيدي الأخضر لأنه يوجد في الطريق التي تسمى باسمه اللي هي زنقة سيدي الأخضر كما هو الحال لباقي المساجد. يتميز الجامع الأخضر بطابعه المعماري الإسلامي العثماني الفريد من نوعه، فهو يجمع بين فسيفساء هندسية ومعمارية تعكس الثقافة الإسلامية الغنية وتسافر بلا أذهان في رحلة عبر الزمن. هو له نمط عربي إسلامي، ذاك سي تيبولوجي عربو مسلمان. على الانتيريور الى كوميم غاردي سون كاشي سون كاشي دوريجين لا تيبولوجي بالزليج. العناصر المعماريه تعود الى فتره سابقه وهي الفتره الحفصيه كما تشاهدون، فالاعمده تعود الى الفتره الحفصيه. وهنا لازم نعرفوا حاجه باللي في العهد العثماني كانوا يستعملوا إعادة استعمال العناصر المعمارية التي كانت تجلب من معالم أخرى لبناء المنشآت هنا في قسنطينة وخاصة المساجد. من الناحية التاريخية هذا شيء مهم جدا، فالعناصر عناصر حفصية ولكن المسجد عثماني، هذا ينفرد به هذا المسجد. ويعتبر هذا الصرح الديني أيضا منارة علمية ارتبطت برائد النهضة الإسلامية العلامة عبد الحميد ابن باديس الذي كان يلقن فيه القرآن الكريم والسيرة النبوية في فترة توهجت فيها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إبان فترة الاستعمار. فكان في هذا المسجد ينشر دين الإسلام ويعلم الناس القرآن الكريم والسنة النبوية، وصار على هذا النهج حتى جاء الاستعمار، وكان ينشط المجاهدين من هذا المكان، يشحن المسلمين في هذا المكان حتى يترعرعوا بثروة تامة فيقوم بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وشهد مسجد سيدي الأخضر واحدة من أكبر الأحداث التاريخية في قسنطينة في الخامس من أوت عام 34 900 و1000، وهي انتفاضة سكان قسنطينة ضد اليهود واعتداءاتهم على المقدسة الإسلامية. في 5 أوت 1934
حيث أن هذا اليهودي جاء في هذا اليوم وبال هناك، أراد أن يجنس مقدس المقدسات الإسلامية ألا وهو بيت الله عز وجل. لكن لما رأى المسلمون في قسنطينة أن هذا اليهودي بال أمام المسجد انتفضوا إليه، وقامت حرب كبيرة بين اليهود والمسلمين، حيث انتصر المسلمون آنذاك على اليهود لتدنيسهم لبيت الله تبارك وتعالى. هذا المسجد التاريخي الذي أغلق في عام 14 بعد 2000 بداعي الترميم، أعيد له الاعتبار وفتحت أبوابه أمام رواده بحلته الجديدة، كما يعد أيضا معلما سياحيا بامتياز ويستقطب زواره من داخل وخارج الوطن. يعني باش عاودنا درنا الترميم هذا، يعني ما درناش هكذاك برك، كي نلقاو لي تراس كي كاين ساعات بلايص دي اندوا وين اون كومبليتمون ترانسفورمي لو مور، بصح كي نلقاو لا تراس تاع اون اوفرتور ولا تراس تاع زليج ولا اون ايساي دو ريستيتوي. يعني الفكره تاع المايضا الي ريسونت باسكو لا فيلا عادوا يجيوها الناس من برا، والناس اللي يجيو من برا ما عندهمش وين يتوضاو، دونك لازم لهم مايضا. سي تان بلوس مليح ومليح علينا حنا كمرشدين، يعاوننا بزاف بزاف بزاف. اكزاكتومون، يعني فيما يخص هذه المعالم يعني سورتو الدينيه، هذه كاين باسكو كاين السياحه الدينيه كيما نقولوا توريزم ريليجيو، كاين كيما المساجد هادو كيما عام الامير عبد القادر، كيما كاين الزويسه، كيما سيدي راشد، كاين الناس كاين اللي يهتموا بهذا الجانب هذا. جينا من تونس هبطنا عملنا جوله في وسط قسنطينه، وجينا المسجد عملنا فيه دوره، مسجد عتيق اللهم صل على النبي، كل شيء منور في وسطه والحمد لله. شخصين على عراقه هذا المسجد، له اثر كبير وله تاريخ كبير في هذه البلد، وكانت الانتفاضه من هنا. مسجد سيدي الاخضر منارة دينية وعلمية تجمع بين الجمال المعماري والروحانية الدينية والأهمية التاريخية في مدينة تضرب بجذورها عمق التاريخ.